أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلابنا يا آيات اللباتن يا أفراد وصورة الصبا كمذا إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي عشر كان آيات وودن بيهي شفاعة إن يسن إلهي أكتيس أنفعين عدن أو إلهي غير كيس وحا أو شفيع كرأي سنجر إلا الله قفا وإذ ميم وياني داد كان مالين تقيامو مركي قلبي قوضة أرقاق حالا قفو جي أو شفاعة إلهي وإذمو أيغو وحاوي إسوب بشارينا أي إسو سؤاليان مركاسي وحيليهن ربي شفاعة محو كرهي قول حق أيو كير إلهي نوائد ما شفاعة وهو العلي الكبير إلهي سبحانه وتعالى ومصر رأي أو كبير إلهي سبحانه وتعالى عظيم إلهي عور سبحانه وتعالى قل وحات راهو إلهي سيدك محمد كاهو أو نمانك مشركين تاهو إلهي غير كيس عابودا يأتكت راهذا من كيبا يرزقكم إذن أرزقايا من السماوات سماوات كحق وضياء إذن كأرزقايا إيا والأرض الأحراض حق هذا قل وحا أتراه لله الله الله وي هذا يسان جوو كبحين جوو إلى مداس هين إلا الملح وإنا أنك أو أمس إياكم إذنك لبضي النفرق لعلى هدى هنون يا قصغا أو أمس في الظلال بعد قصغا مبين أوعد بركة هذا إلهي سبحانه وتعالى وحو حجك أوغيا قلوا إنك مشركين تا ووحو اعتقادنا أصنام تطن إني وحو أنفع يسو أيا وحا لتصايا إلهي سبحانه وتعالى كليس إنو رازقها وحبنا أي سنق بكر سؤاشا نوحا وي سؤال تبكيدا ليره هذا وحال إشارة يا آلي هذا وحلور إني سن ملك وحنفع يني سن ملك وحين الله معناتها هي آيات دانو قل من يرزقكم من السماء والأرض إلا سيقولون الله أهرأي أن أصبر جرني سورة المؤمنون مرك إلهي حور قل وحا كتر هذا قول داس من كيبا يرزقكم إذن كأرزق آية من السماوات سماوات أو فسق السمادة وحاوي وحا سبب وحا مدر كوي مدر كيا لقوضا وحانا لقع عبري مدر كي رزق با لقع عبري محايا لواسا ورزقي هدي وحاوي مدر أو سنك إمان سمد رزق لهلي مايو من كيبا يرزقكم إذن كأرزق آية من السماوات سماوات كيا إذن كأرزق آية والأرض لأحلدنا يا إذن كأرزق آية يا نبات إذن كغصوب حناية شاق بالعدة إنت أسقبنا إيسا هذا مركز جواب ملها قل وحات راهو إلهي سبحانه وتعالى الله الله ويكاس سماوات كي أرلدة وحا وحكا أرزق آية الله وي سبحانه وتعالى عدكالي أو كون كاس وحكا كيني كرت مجرت أبارها سيئة نباتة داس جرتية أون كاس الوجرة عد وحير أو نباعة سمادك كيني كرت مجرت عدو البسيطة سيئو ضيسا سمادة وحبانا كم كيني كرت إلهي سبحانه وتعالى أي تصرف حقيقي أسكالوي وإنا أنك أو أنبس إياكم إذنك معناها أحد الفريقين لبادينا فرقه فرقنا أي تاي مارتيا مؤمنات أي تاي فرقنا أي تاي مشركات أي تاي أما فرق أي مؤمنيهين فرقنا أي كفاريهين لبادينا
لعلى هدى هنون يا كسوغان او امبس في ضلال بعد كسوغان مبين او عدوي هذا وهاوي ابهامكي ايا مركا سال بياني وهاوي وا تلاطو فاليري وهاوي وا لسو جيدايا ايمان كالو سو جيدايا او وها للي هي هذا وهاوي اياك يا مؤمن انت هذا وها هنون كسوغان وا ادي هنو مؤمن انت ايا كسوغان لكن حوغا وا لو دمرنا يا هو وحال الليه مركاسي كسو تقا قال لماذا إيمانك أو إماذا أدنا الله حوله سبحانه وتعالى قل وحات راسيتك محمد كهو لا تسألون الذين كسؤال مايو عما كي أجرمنا أن كدن بوني ولا نسأل أننا لك سؤال مايو عما تعملون وحد عمل فليسان لك سؤال مايو قل وحات راهول إلهي لا تسألون الذين كسؤال مايو عما كي أجرمنا أن كدن بوني وها أنجو أن تلفتر كذا وحوي أيضا وها تلطف كلام تضيع توالع وي محايل إجرامك أيا وحال عس أي عصيان مؤمنين تنفط هذا عمل قصوى حوي وها مخاضبين ته قل وها أتر هود إلى سيدك محمد كهون من كا مشركين ته لا تسألون الذين كسؤال ما يحب الذين كويدين مايو عما كي أجرمنا أنجو أن كدن بوني ولا نسأل أنا جنن لسؤال مايو عما تعملون حد عمل فليسان محايل أنك بريا إذن كان هاي قل وحاية تراهور هادان الله سبحانه وتعالى يجمع وحا كل من آية بيننا أنك لحذينا ربنا رب غينا أيانا صو كل من آية مالين تقيامو أيا إلهي سبحانه وتعالى أنك مؤمنين تأي إذن كفارتا إلهي سبحانه وتعالى أيانا صو كل من آية قل وحاية تراهور إلهي سبحانه وتعالى يجمع وحا كل من آية بيننا لحذينا ربنا رب غينا أيا كل من آية ثم بعد يفتح الله وحق من آية بيننا لحذينا بالحق حق أيوك حق من آية مركا سادتك محقين تا إلهي سبحانه وتعالى جنة أيو قرين آية هو مبدلين تان إلهي نار تا أيو قرين آية ثم يفتح الله وحق من آية بيننا لحذينا بالحق حق أيوك حق من آية وهو ألنا ألف التاحو الله حكم بدن ويو حاكمة العليم أو كعلم له هذا نوعه حكم عليه وهو الله نه الفتاح الله الحاكم وي الله حكم بدن وي العليم أو كعلم له وهو حكم عليه إلهي سبحانه وتعالى وحاكم عليمه وهو حكم عليه يقانو عدالة وحق حكم عليه هذا نه إلهي سبحانه وتعالى قل وحأتر هذا أروني التصية الذين كوا الحقتم أذهلي شيسين به بالله الله أدهري شيسين شركاء حالهم كوا الله شريك كله عبادة إلهي حوه سبحانه وتعالى أسقوا رسول كيسا الله قناية قل وحاتر سيدك محمد كهو لمن كان مشركين تأت كتر هذا أروني التصية أعلموني بالإبرة الذين كوا الحقتم أدهري شيسين به بالله الله شركاء حالهم كوا إلهي شريك له إلهي سبحانه وتعالى وحلقه بصناية بل قواس التصية كلا أيضاه كآل وي وهدع وي مركاسو شريك إلهي سبحانه وتعالى إنه ليه هاي أيا لغا هرورا يهو لغا ردنا يا كلا أيود إلهي كجوغو إلهي بل هو الله 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 وي عليه العزيز أو غالب كهاي الحكيم أو فلك صوبنا وي إلهي سبحانه وتعالى وح شريك هو إسكليه مجرد كلا وي مركاسي كجوغا بل هو الله هو ذا الضمير كان واع الله لو عنا يا أبو الله إسك الله ميرو شأننا والله قد يكره في كذا بين مركز متدئي خبرين أكرا بل هو الله الله ألوي عليه العزيز أو غالب كهاي الغالب على أمره وي إلهي أمر كي سعد كله ترتم كرتو جهر ما كرت مجرت الحكيم عليه فلسوبا وي إلهي خلق جيس مامرك أو مامولا مرك إلهي سبحانه وتعالى ملك جيس وح شريكه أو الله أو إلهي ملك جيس شريك كله مجرت وي أدنى إلهي هو رسولك يسقون هاي وما أرسلناك كما أنذر نود إلهي للناس دتك كما أنذر إلا كافة حالهم قوادا موية بشيرا حالا تايكي بشارين آية أو دتك مؤمنين تهرم يجنعوا بشارين آية ونذيرا حالا تايكي ديقايو كوا بينيين عذاب وقد ديقايا إلهي سبحانه وتعالى رسولك يسا أيو لخضاب يا وهو نوقا ورما يا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لا صادري رسالة أو عام إن يتهيو جميع الناس صادن إيه مركز أي عام كتهيو
أنبيادي هرؤو كالينتود أيسان هينين مرك رسولك عليه الصلاة والسلام والنبي سقلين جني إنس أيا الغدري رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عامة وي ووحيابها مرك النبي خصوصيات كيسا يكمتهاي إلهي مرك وحو كده رسول كيسا وما أرسلناك كما أنان دين سيدك محمد كهو للناس ددك كما أنان دين إلا كافة حالهم قوانا موياني حسرقان وحاله إلا في يالدها وحالو كينانا ماشا مشركين تأيال الهدين يا محايا لوحي اعتقادين يا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إنا يسان عام يسان هين لجميع بني آدم سيدا بهادا وحاوي كفارها وقت كسوي جوغان أي مركزي شيئا يا ومحايا لوحي ليهين أنه ندينان هايسانا ومدان كلاومة المحمد كهنا وكالين توضنا ومسلمين تان الديني هايستان مركز تاسوح كما جران دين أن دين إسلام كهين oo nabiga kaleey salaam salaam mid ilaahay la soo dira aan haynin ma jirto cid wax kala sheegato waxba ka soo qaad malaha diinu mid tan weeyo qofka ka leexdana wax diinaho ictibaar la oo markaasi oo diin loo aqoonsan yahay haysta ma jirto wixii islaamka haysta diin haysta waxaan la iska sameysanayo oo waxa weeye beenta waxba kama jiraan weeyo bashiirana u ilaahay xaalatay ki bishaareenay nabiga kaleey salaam salaam wuxuu u bishaareenay qofka rumeyo janno u bishaareenay ونذيرا حالاتي كي ديغايو قفك مركاسي بيرياني عذاب ديغايو سيدا سيال ولد روضه الله سبحانه وتعالى ولكن أسر الناس دادك بضن قوض وصل إله لا يعلمون مقرايا النبي عليه السلام رسالة ديس أي عامتهي أو نغو بشير أويهي أو نذيريهي دادك بضن قوض الإلهي جلالين كي تغطبتها سحي قدران كفار مكو لكن كفار مكو مركز سلم جوغي أدونك انتو لسيهي ودن أيال لغوضا dadka joogo dhan arintaas ma garanayaan waana sidaas oo waxa weeye in nabiga kaleey salaam salaam risaaladiisa ay caam tahay oo cid ka samarkaas inay nabiga rumaysa laga doonaayo dadka adduunka ku nool aksariyadoodu markaas ma garanayaan walakin asarnaas mar walba waa taaganta arintaas oo mar walba waxa weeye bani aadamka aksariyadiisa ayaa xun dadka markaas aksar kooda uu ilaahay la yaqlamuuna ma garanayaan arintaas ويقولون وحي كو قولا يا نور إلهي متى قرمو هذا الوعد يبوهان او كانوا هذا إن كنتم هداد أهاتين مؤمنين صادقين كوهن شيئا عذابك كان هدا مركز سنو دعايو لشيئا وقرمي أي ليهين وحي ساسو لها يعني على سبيل استهزاء والسخرية وي جاس جاس أي كوضان أي مؤمنين تيكو جاس جاس يعني إيه رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي مركز سوى كوهرما يوحو دهي ويقولون وحي كو قولا انا كو هادلا يعني منك مشركين تاهو او بعسيق انكرايا متى قرمو هذا الوعد يبوهان او كانوا هادي عذاب كان ليسو يبوهايو ان كنتم هداد اهاتين صادقين كو كرنشيقا ارنتاس وحاسبك مجران اليه هذا الكاس مركي يرهدين جواودي الهي وحوليهاي قل وحا اترى دهو الالهي لكم وحا اذين سغنادي ميعاد يوم من يوم بلن كيسا اذين سغنادي يوم كاسو لا تستأخرون إذا كذا المرين عنه يسجع حقيسة ساعة ساعة ولا تستقدمون إذا كهر مرين كاسونا ومالن تقيامه مالن تصاب بلن إذينه أو وحي مركز ساد إن كل جرتين أدرك الدون تاعنا واحد بيهين ليدو كنا جالس دونا إلى يحول سبحانه وتعالى قل وح أترى سيدك محمد كهو لكم وح إذين صنادود ليذهين ميعاد يوم من يوم بلن كيسة مالين وحوية بلنا ليدين دقاء أياجرته يون كاسو لا تستأخرون إذا كجد المرين عنه يساق حقيسة ساعة 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 تي اللغوة هدوي البلعسة حتى ساعة والإرادة ولا تستقدمون إذا كسوهر مرين هدنا وقت يون لقارن أذن كسوهر مرين كسوهر لعين مالين تاقيام أيال ولجي ذا مالين تاسبان إلهي سبحانه وتعالى وذين جاسدونا إلهي هدنا وحور أي سبحانه وتعالى وقال الذين كو حيرا ذين كفروا كفري لن نؤمن مر رمينينو بهذا القرآن قرآن كان أو كان رمينينو ولا بالذي كان رمينين بين يديه قرآن كان هرتيس هذا سيدة توريد إنجيلي كتب تهرو أو بعثك مركز الشيغاي وحب بعث الشيغاي إن قيام الله يسواب بحنايو أنه مر رمينين ساسي رهدين أهنتان سبب نزول كآيات دانا وحو أهاي نمان كمارت أهل كتاب كآهاي أياو حي كلهن سفاد محمد أنه كتاب كينا يكتالا أي مشركين تقول لهن
marka ay ka su'aaleen oo markaasi wixii markaasi ahlu kitaabku ay dhaheen nabi kaleeyhi salaatu wasalaam oo asaguna dhahay oo waxa weeye iswaafaqsan yihiin kitaabkii nabi kaleeyhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey iyo kutubtii hore iswaafaqsan yihiin ayay waxay meel ay ku baxsadaan markay waayeen waxay yidhaahdeen lan u'mina bihada alquraan walaa biladii bayna yadayh waxba bacsi sheegaa oo dhan anagu maba rabnay dhehe mana rumayhayn maxaa yeele dadku mar walba waxay u taagan yihiin waxa ayaga hawadooda ah oo naftooda ishtihaynayso inay raacaan wax kale ma doonayaan wixii waxaas ka hortegaya waa ka soo horjeedaan waqaala aladiina ayuu dhahay markaas alla kuwa waxay yidhahdeen kafaruu kufriyey lan nu'mina annagu ma rumaynayno bihaada alqur'aani qur'aankan oo kana oo nebi maxamed lagu soo dejiyey walaa biladii kiina rumayn mayno bayna yadahi isaga ka horreeyey intaasba rumayn mayno ilaahay markaas wuxuu ka dhahay arrintaas hadday mowqifkoodu saas yahay maalinta qiyaama xaalkoodu sida uu noqonaayo ayaa ilaahay ka warramayaa oo waxau caddaynaya axwaashooda aakhiro ayaa ilaahay caddaynaya ilaahay markaasu wuxuu ku dhahay isagoo rasuulkiisa la khidaabaya iyo qofka soo mu'min oo khidaab uu ka suurtoogo walow goor tara aada arki lahayd ou dhe ilaahay id waqti adaalimuuna kuwa daalimiintaahu mawquufuuna kuwa la soo joojinayay yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ou dhe ilaahay yarjicu xaal uu celinaayo bacduhum barkood ilaa bacdin barka kale alqowla qowlka uu celinaayo la ra'ayta amran cajiiban ou dhahay amran fadiican jawaabu low ayaa markaasaa maxduuf laga dhigaayaa walow goor ou dhe ilaahay subxaanahu wa tacaala walow goor tara aada arki lahayd sayidka maxamed kaho ru'ya kaa haleelihayd id waqti adaalimuuna kuwa daalimiinta ahow dhe ilaahay daalimiinta adduunyada tan dulmiga samaynaaya mawquufuuna kuwa la soo joojinaayo ay yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa la soo joojinaayo si loo xisaabo weeye yarjicu xaal uu celinaayo bacduhum barkood ilaa bacdin barka kale alqowla qowlka uu celinaayo qowlka ay isu celinaayo waa is-eedaynayan sida hadda noo soo socota oo waxa weeye taabiciinti iyo madbuuciinti ayaa markaasaa isqabsanaya oo islacnadaaya la ra'ayta amran cadiiman amar weyn ayaad arki lahaaday amran fadiican arrin fool xun oo meeshaas taala ayaad arki lahaaday ud ilaahay marka sida tana weeye arrintu ilaahay wuxuu dhahay yaquulu ladiina kuwa waxay leeyihiin istudcifuu lala ciifsaday dadkii caqliga laga xaday waa dadkii markaasi adbaacd ahay qof sidiisaba haddii waxa weeye caqligiisa uusan shaqaynayn ee caqli kale oo ku shaqeeyo laciif buu noqonayaa markaas waxaa la yidhaha in macan ayaa la yidhaahdaa waatou dhaha rasuulkeena caleyhi salaam laa takun in macanow dhahay hayi raca noqonin dad waxaa jira ra'yi aan lahaynin oo waxa weeye wax oo maaragtaya fulaaya aan lahaynin oo wixii uun la yidhaahda markaasi loo sheegaba iska qaata marka waxa weeye qofku markii uusan fikiraynin oo wax haddii la yidhaahdo waxaas uusan fiirinayn uusan qiimaynaynin qofkaasu laciif saas uu ku yahaba ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala yaquulu ladiina kuwa waxay leeyihin isudcifuu lala ciifsaday liladiina kuwa waxay u leeyihiin isagbaruu isweynaysiiyey kuwan isagbaruu ah waxa weeye kuwa ru'asada ahay weeye liladiina kuwa waxay u leeyihiin istagbaruu isweynaysiiyey waa nimankii markaasi madaxda u ahaa jira warkooda iska yeeli jireen baadilka lowlaa antum ayay leeyihin idinka ma ahaateene lowlaa antum sadadtumuuna canil iimaani weeye haddaadan idinku iimaanka naga jeedi lahayna lakunnaa waxaan ahaa lahayn mu'mina kuwa rumeyan ahaa lahayn idinka haddayna jiri lahayn adinkaana jeediseen been noo sheegteene lowlaa idinka aysan ahay aynan ahaynin waxa weeye mu'miniinaan iska ahaa lahayn hadda maashaas waxa weeye waxba tari mayso maanta ayaa loo baahan yahay qofku inuu ka fiirsado cidda uu raacaayo iyo cidda uu wax ka maqlaayo inuu maanta oo adduunye intau joogaa ka fiirsaan rabaa dhigala-aan haddii waxa weeye dad macaasi iyo balaayo ku jira haddaad dhigala-aan isaga raacdo maalinta qiyaamo waa ka shalaayaysaa maalintaasna shalaytadu waxba tari mayso waxaa la joogaa daaruljaza ayaa la joogaa ee markaasi daarulcamal waa laga tegey arrintaas inay dhacayso ilaahay nooga waramayaa shalay waa dambeeyahaa la yidhaha ee ma horeeyo marka mar haddii waxa weeye arrintaas la gaaro shalayga ah waxau taraaya ma jirto lowlaa antum idinka ma ahaateene lakunnaa waxaan ahaa lahayn mu'miniina mu'miniin ayaan ahaa lahayn laakiin adinka ayaa waxa weeye ayaa maaragtay iimaankii naga jeediyey inaan nabiga rumayna caleyhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala qaala aladiina kuwa waxay yidhahdeen istakbaruu isweynaysiiyey
للذين كو حيويرادن اسل عفول الله عيفصدي ان نحن انغ ميا سددناكم اذن كجيديني عن الهدى هنونك بعد اذ وقت جاءكم هنونك وديمد لا ورانغ وخبا اذن ما جيدين انغ هنا ايدين ساسيلي نكاد مانتا بادل كو راعي سبري وا كابري نكونيا مالين تقيام وا اسك كابري يليا معايا اسغي بابا دباته كو جرا او بلايه كور موقتا عد مركاس او غرابي كرا ما جرتو لكن وحال ربا مانتو الدنيا اللي جوغ ان ادو كفيستال ربا الهي وحوري سبحانه وتعالى وقال الذين كو وحي يرادين هدا وح دعي با لغا دغا بل او فيرسو وح مال يهو تغي لغا دغا وا لتحقق القعوي ارنتان اني دعيسو ايا حقيقه مركاس او دحي الله سبحانه وتعالى وقال الذين كو وحي يرادين استضعفوا الله عيفصدي قال الذين كو وحي يرادين تاسبلا هور مرينا قال الذين كو وحي يرادين استكبروا اسوينيسيه وأكون رؤساء هاي وبعض الكمركاسي أيقوا مدحضة وهاي للذين كوا وحي كلهن إسل عفول الله عيف صدي تدكمان قابتا هاي أن نحن أنقم يا سددناكم إذن كجيديني عن الهدى هنون كمان قا إذن كجيديني بعد إذ وقت قداشيسة جاءكم أذيم دي ورا نوح با إذن كمجيدين أذن كامارتيا بل كنتم حاض هاتين لفتركينو مشرمينك ومشرمينة أنوح هنون هو إذن كجيدين مجرته لكن أذن كمشرمين كلاها يو مشرين مدين أياد نقول راعي جرتين وأنا هنا هذا وحوي قفكو هدو وحوي بعد قف بعد القصة هذا هو مشرم مركو راعي مشرم كلوي يسقونه مرك هدو وحبو طار ما يس عبا شذان وحبو طار ما يس معايا لسيدا سي قف والب قف كبادية سيدا سو سكبري يلا يا بل كنت محاد هاتين أي ليهن أذن كان هذا وحوي نرها يا إذن كان نبادية مجرمين مجرمين آيات هذين الكاسا مركز أساس الإسكولية وروح بطاري ما يمر إلهي حور سبحانه وتعالى وقال الذين كو وحي هذين وليس الجواب يا إسل عفول الله عيف صدي كو الله عيف صدي أولا من قاب صدي وقال الذين كو وحي هذين إسل عفول الله عيف صدي للذين كو وحي هذين إسكبروا إسوينيسي بل مكرو الليل هبينكي مكرقيسي iyo wanaari maalintii ayaa waxa weeye ugu makriseen bal makru leeli wanaaridan waxa weeye ay makrun fihi ma weeye makri oo waxa weeye habeen iyo maalin ugu sameeyseen ayaa waxa weeye sida tan noo galay inaan markaas xaq aanu ka sigsaagno xaqdu waxa weeye aan raaci weyno bal makru leeli waxa weeye waxa la yiraahda bashaan waxa la yiraahdu ibdaala la yiraahda bi kalaam al musakbirin makruduna warkaasi faa'ul weeye فعل محذوف كيسا بلا وي مركاسي سددنا اسوق الدره بلا سددنا وحان جيدي مكركم دغرتيني بناء انغاد ندغرتين في الليل هبنكي او نهار ما انساس واي بل مكر الليل والنهار وحا وي بلا انغا وحان جيدي مكركاد نوو سمي جيرتين هبن يا مالين مركا دم الله في اليه يا الحدفي مركاسا ظرف ايا مقام كيسا لجوجي وعلى الاتساع على الاراده إذنات كان مجاسي ونغنايا بل مكرو ليلي بل سددنا وحان نجيدي مكروكم لغرتيني بنا في الليل والنهار مالين إحبين أرنا لغرتين إذ وقت تأمروننا أدن أمريسين أن نكفر بالله الله إنا نكو كفرنا إذ وقت تأمروننا أدن أمريسين أن نكفر بالله الله إنا نكو كفرنا وهو نجعل له الله أن أويالنا أن دادا شركاء أن أويالنا وحلا قرب لغو ونجعل له الله أن أويلنا أن دادا شركاء أويلنا سيدا مركي أرمضا سلي سغطوره قلو البنو حوي عذاب أو كهر مغضو إلهي وحوري سبحانه وتعالى وأصروا وحي السرائستين أي قلبك قشدين لبدا فريق قلو ذي مركاسي تابعين تي مطبوعين تي وي وأصروا وحي السرائستين أن دامة شاليتو وحي كشالاي شالاي وحي قلبك قشايان إيمانك الدنيا مركي لجوجر أي كتغين أي كشلا يا يا وأسروا وحي سريستين أول إلهي ويقلبك قشيدين أن دامة شليتو لما قلت رأول عذاب عذابك أركين مركي عذابك أركين وي أي شلاي تقلبك قشيدين وجعلنا وحان يالنا أول إلهي الأغلال حركيا لأيان يالني في عناق الذين كوا قورتو دول إلهي كفرو كفري نارت مركي لقليين قورت أيا سلسلة أو برأة أو حوي نار أيا لو حريا او نارت دخدهد ايا لو سي عذابيا وجعلناه وحانو يلنا ودا الله سبحانه وتعالى
الأغلال حركة أيان يالني في قلوب في أعناق الذين كوا قاره هذا أما صرت هذا كفروا كفري وزيادة على تعذيبهم بالنار وحوي النار تأيال لو عذابية مركزون إلهي سبحانه وتعالى هل يجزون ما يجزون لجاسين مايو قلادة سدة لو عذابية إلا ما إلا جزاء ما شيء جزيز مويان كانوا يهدين يعملون كو عمل فلا إلهي يقول سبحانه وتعالى وجعلنا الأغلال حركة أيان ويالني في أعناق الذين كوا قارتوا ذا كفروا كفري نار تمرك يكون حجران هل يزون ما يزون من اللجاسين أو الإله سبحانه وتعالى أو سداس لغة أبال مريم مايو إلا ما كيمو يعني كانوا أي هذا يعملون كو عمل فلا ووحي الدنيا ذا قصة مايين أي اللجاسين أي وحك لو هذا مركز القصة مايها أنا مجر طول إلهي سداس يا مركز أو حوي جسوه دي لغة ديقيا بركة عشر كين انت سوكو يجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.